هلا والله شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير وصحه وسلامه. اليوم رجعنا لكم بمقطع فيديو جديد ان شاء الله، ورجعت ياكم للسكريبت الاسطوري. هذا السكريبت الكود 16 نزلت عليه اكثر من مره، ولكن اليوم فيديو هنا راح احدث السكريبت لكم للتحديث اللي هو 1.23. التحديث اللي قبله اللي هو 1.22 كان السكريبت شغال، اي مشاكل ما حصلنا به ولا من ناحيه الام اس ستاند. اسولف هذه الفيديوهات اللي تنزل على تحديث السكريبت للعبه كود 16، تحديث السكريبت الام اس اس فقط، الباقي المزايا اللي موجوده بداخل السكريبت هذول ما يتغيرن، ثابتات ما يتغيرن، بس الام اس اس احنا نغير به ويا التحديث. جائز انه التحديث على كود 16 ينزل يضعفون الام اس اس، احنا نقوي الام اس اس اللي موجود بالسكريبت. اذا قووا الام اس اس داخل اللعبه احنا نضعف الام اس اس اللي موجود بالسكريبت، وهكذا. اليوم رجعت ياكم بهذا السكريبت الاسطوري مالتي، عليت نسبه الام اس اس، الام اس اس اللي بداخل اللعبه نصوه، انا عليت الام اس اس وصار اموره طيبه. اللي ناس اللي اخذت السكريبت اللي بتحديث 1.22 حصلوا عليه، خلص التهى وقت الشراء اللي انا خالي، يعني قانون للسكريبت، اول مره تشتري مره ثانيه من ينزل تحديث، من انت تشتري وينزل تحديث السكريبت تحصله مجاني، واللي ومره ثانيه يعني مره ثالثه يصير اذا نزل تحديث الثالث راح يكون السكريبت مو مجاني، غير مو يعني مو مجاني تحصله غير مجاني. طبعا اذا حاب انه تشتري السكريبت راح تلقى الواتساب بالوصف، تدخل على الواتساب وتقدر تحصل على السكريبت من خلال الواتساب. سعر السكريبت 20 دولار ستوري اماراتي او امريكي، واللي راسلني من دولة العراق اللي راسلني عليه سعر السكريبت 20 دولار ستور اماراتي، او ما حصلت اماراتي تقدر ترسل لي 20 دولار اسيا او اثيا. طيب يا شباب، ما ارد اطول عليكم السالفه، راح اخليكم ويا هذا الجيم بلاي اللي اخذته على السكريبت اللي هو بالتحديث 1.23. راح تشوفون لقطات الام اس اس شلون شغال وشلون ممتاز على قد لعبي، انا على قد لعبي هموني، لانه اللعبه ما العبها هوايه، بس على قد السكريبتات اقعد اجرب بها السكريبتات، ونزلت ضبطت السكريبت ونزلت بي جيم بلاي، وهسه راح تشوفونه ان شاء الله. يلا شباب، قبل لا اختم وياكم هذا الصوت، اتمنى من عندك انه اذا ما كنت مشترك اشترك بالقناه وفعل جرس التنبيهات وخلي لايك لهذا الفيديو، وادعمنا باي شيء، تعليق، لايك، اي شيء تدعمنا بهذا الفيديو اقول لك شكرا لك يا حبيبي. ويلا يا شباب، نقول لكم تحياتي لكم، اخوكم سيف وزاره، ونقول لكم ايمان الله.